غير انا التلاميذ ضايعين اليوم الحمد لله الوزاره منكبه على هذا الملف ديال الاستدراك الزمن المدرسي، والاولويه ديالها اليوم هو هذا الاستدراك، والحمد لله تعمل جاهدا باش التلاميذ كل واحد يمكن يتمكن باش يستدرك ما تم ضياعه. الحمد لله الامتحانات الاشهاديه مبرمجه، امتحانات المراقبه المستمره ايضا مبرمجه، ما غادي يوقع فيها حتى شي خلل وحتى شي تغيير. اللي بغيت ناكد عليه هي كيف التزمت الحكومه بمخرجات اجتماع 13 ابريل، كنطلب من الاطراف الاخرى ايضا تلتزم بهذه المخرجات، والحمد لله غنتجاوزوا هذه المحطه هذه اللي حقيقه شكلتنا واحد الارتباك، ولكن حنايا واثقين باش غادي ان شاء الله نتجاوزوا هذا الشيء، والاساتذه يلتحقوا الاقسام ديالهم ونكملوا السنه في احسن الظروف. الوارده بتاتا، وحنايا ديما عبرنا على انفتاحنا للحوار، والحوار هو اللي ان شاء الله غنجيبوا به النتيجه، وحنايا نعمل جاهدا ايضا لتطوير وتجويد هذا النظام اللي كيأثر هذه العمليه باش يضمن اكثر استقرار للاساتذه. دونك الالتزام من الطرفين، الحكومه انا اليوم كنأكد لكم انها ملتزمه بمخرجات هذا الاجتماع باش نتموا الحوار ديالنا ويلتحقوا، وغنوقفوا هذوك التدابير الاداريه اللي كانت، غادي نصرفوا الاجور، وغادي داك الامور كامله اللي تم تسطيرها في اجتماع ديال 12 ابريل حنايا كنحترموها.